موجز الأخبار من أونلاين، أهلا بكم وإلى التفاصيل. عقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قبل قليل اجتماع الحكومة الإسبوعي، حيث ناقش مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وبرنامج الإصلاح الإداري وخطط التنمية للعام المقبل. وعقب الاجتماع قال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إنه سلم خطط التنمية الصناعية إلى رئاستي الجمهورية والوزراء، مشيرا إلى الانتهاء من قانون منظومة تخصيص الأراضي الصناعية خاصة في الصعيد، ومشيرا أيضا إلى أن الخطط الصناعية ساهمت العام الماضي في تخفيض عجز الميزان التجاري بتسعة مليارات دولار. أفادت الأنباء الواردة من مقديشو بانفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي في العاصمة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وقال شهود أن الانفجار عقبه إطلاق نار وأن سحابة من الدخان خيمت على موقع الانفجار. نقل مقربون من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قولها إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يعد موضع ترحيب في البلاد. وقال رئيس وزراء ولاية هيسا الألمانية فولكر بوفير، وهو حليف قوي لميركل، إن الرئيس التركي تجاوز الحد بمقارنة حكومة ألمانيا بالنازيين. وصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى القاهرة في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين، كما يرأس الحريري وفد بلاده في أعمال اللجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة، ويلقي كلمة خلال ملتقى رجال الأعمال المصري اللبنانية. نهاية الموجز، وتلتقون بعد دقائق مع أمان الخياط وبين السطور.